الأحسن إنك تكون صادق وتجاوب على أسئلتي بصراحة بدون لف ودوران. لازم تصدقني. مرحبا السيد غالب، إذا ممكن. شيرين صرخة قليلو يلي كانت بالسفينة بيتذكرني. ثواني رح حولك لعنده. بظن إنه في شيء كتير مهم حابة تقلك إياه. ألو؟ ألو سام، في موضوع كتير مهم بدنا نحكي فيه. شو هو؟ خبروك أنن ماتوا، أنن عم يكذبوا، لساتن عايشين. امرأة يومياً 7:15 على الـ MTV.